بعد قصف الولايات المتحدة الذري على مدينتي هيروشيما وناكازاكي، استسلمت اليابان في عام 1945 لتنتهي بذلك رسمياً الحرب العالمية الثانية وست سنوات من القتال الشرس. ولكن بالنسبة للبعض فالحرب لم تنتهي بعد، حيث رفض الملازم الثاني هيرو أونودا الضابط في الجيش الإمبراطوري الياباني وثلاثة من رفاقه تصديق هزيمة اليابان، وأمضى أونودا ثلاثة عقود في أدغال الفلبين. فما القصة؟ في عام 1942 تلقى هيرو أونودا تدريبا خاصا بمركز تدريب الجيش لضباط المخابرات، فدرس حرب العصابات والفلسفة والتاريخ وفنون الدفاع عن النفس والعمليات السرية. وفي الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية تم إرساله إلى جزيرة لوبانغ في الفلبين بصفته ضابط استطلاع مع ثلاثة من زملائه ييتشي أكاتسو، كينشيتشي كوزوكا وشويتشي شيمادا. استسلمت اليابان في عام 1945، لكن أونودا ورفاقه ظنوا أنها مجرد خدعة وواصلوا خوض حرب العصابات في الجزيرة حتى قتلوا 30 من سكانها على مر السنين. استسلم أكاتسو للقوات الفلبينية في عام 1950، بينما قتل شيمادا في عام 1954 برصاص الشرطة. وفي عام 1972 قتل حليفه الأخير كوزوكا، ليبقى أونودا وحيداً في الغابة. وبحلول عام 1974 كانت قصة الضابط الياباني الوحيد الذي لا يزال يخوض حرباً منذ 30 عاماً مادة دسمة لأخبار الصحف في اليابان. مفتونا بقصة الضابط المفقود، قرر المغامر نوريو سوزوكي البحث عن أونودا ليعثر عليه بعد 4 أيام فقط. لكن أونودا رفض العودة معه قائلا إنه ينتظر أوامر رسمية من ضابط أعلى. فما كان من سوزوكي إلا أن عاد إلى اليابان مع صور تثبت أن أونودا ما يزال حيا. وبمجرد أن تلقت الحكومة اليابانية الخبر، كلفت قائده السابق يوشيمي تانيغوتشي بالسفر مع سوزوكي إلى لوبانغ لإعادة أونودا بعد أن عفى عنه رئيس الفلبين فريديناند ماركوس آنذاك. وهكذا عاد أونودا أخيرا إلى اليابان ليتم استقباله استقبال الأبطال، وأصدر سيرة ذاتية بعنوان الاستسلام، حرب 30 عاما الخاصة به أصبحت مادة للكتب والأفلام الوثائقية. وفي عام 1984 أسس أونودا مدرسة لتدريب الشباب على مهارات البقاء على قيد الحياة. وفي عام 2014 توفي أونودا عن عمر ناهز 91 عاما، لتنتهي بذلك قصة ضابط ياباني مخلص كان يعتقد أن الإمبراطور إلها وأن الحرب مهمة مقدسة. أمضى 30 عاما بعد انتهاء الحرب رافضا للاستسلام أو الهزيمة.